خش على المسلسل الثاني، حضرة العمدة. لا يخفى على حد ابدا انحيازات ابراهيم عيسى، الانحيازات ناحيه مجتمع اكثر اعتدالا، مش هقول لك اكثر تحررا، اكثر اعتدالا، اكثر وسطيه، مجتمع عاقل، مجتمع فيه قيمه كبيره للمراه، فيه قيمه كبيرة للبني آدم، فيه قيمة كبيرة في حرية العقيدة والعبادة وما إلى ذلك. يمكن دي أبرز انحيازات عيسى، وده دايما اللي تلاحظها في مقالات، في كتب، في روايات، في سيناريوهات، في البرامج طول الوقت. خلينا نشوف جزء من مسلسل حضرة العمدة، وهنرجع مع بعض للمجلس القومي للمرأة قال إيه تعليقا على هذا المسلسل. تعملوا ايه يا مجرمين؟ راحوا فين يا بنت؟ الدكتورة صفية؟ انت بتعملي ايه يا هاني؟ بمنع جريمة. الجريمة انك تدخلي عليا بالهمجية دي وانا بأدي عملي وواجبي الشرعي. انت ازاي تدخلي عليا اوضة الكشف؟ مفيش احترام لخصوصية المرضى؟ مفيش احترام للطاقم الطبي اللي معايا؟ بدخل اوضه الكشف بالطريقه دي لان اوضه الكشف بيحصل فيها خرق للقانون، ولما الطواقم الطبيه تذبح البنات وتهينهم تبقوا جزارين مش دكاتره. حالك حالك يا مرات الخواجه، انت فاكره نفسك في الامم المتحده؟ ذبحه واهانه اهل اللي بتتكلمي عليهم. انا هنا بادي خدمه لاهل البلد، واللي بتسموه عندكم اهانه احنا هنا بنعتبره مكرمه وكرامه لكل بيت. ثم انا ما جبرتش حد على حاجه، هم اللي بيجوا بيطلبوا وبيتحايلوا عليا كمان، مش كده يا ام سامحه؟ كده يا دكتوره. امال يعني هنسيب البيت تمشي كده؟ ماني لو ما طهرتهاش كان عمامها وابوها هيسيبوني يا حضره العمده. يلا خدي الغفر بتوعك واطلعي بره. اللي بتعمليه ده اسمه جريمه يا الدكتورة نعمات. اللي بتعمليه ده جريمة يا دكتورة نعمات، وكلام المكرمة والكرامة ده تقوليه في النيابة. وبخصوص الأهالي اللي بيتحايلوا عليكي، تبقي تقولي لهم الحتة دي في النقابة قبل ما يوقفوكي. أنا مش هكلمك بدين ولا بقانون، رغم إن الدين بيحرم والقانون بيجرم، بس أنا هعرف إزاي أخلي تل شبورة كلها تعرف مصلحتهم ومصلحة بناتهم. ترى ماذا تخبئ لنا تل شبورة؟ زي ما كنت بقول لكم، انحيازات إبراهيم عيسى دايما واضحة، والرجل طول الوقت الحقيقة لا بيخبي ولا يداري في هذا الموضوع على الإطلاق، وبيتناول قضية مهمة. يمكن احنا كنا بنتكلم امبارح مع أستاذ عادل أديب، قال هي أكتر من قضية، جزء منها هي القضية بتاعة ختان البنات. حضرة العمدة كنت بقول لكم إيه بقى؟ المجلس الأعلى للمرأة قال إيه بقى؟ مجلس القومي للمرأة قال الآتي. المجلس القومي للمرأة: يا سادة، يثمن تناول مسلسل حضرة العمدة لقضية ختان الإناث، وتحديدا علقوا على المشهد اللي احنا شفناه دلوقتي. وبطبيعة الحال لازم فعلا كان المجلس القومي للمرأة يعلق على هذا المسلسل، ويعلق على أي عمل من شأنه: واحد، رفع أي معاناة عن المرأة؛ اتنين، يعلق على لا قدر الله لو أنه هناك مشهد ما يتعلق بامتهان المرأة أو البنت المصرية بأي حال من الأحوال. المجلس القومي للمرأة بيقوم بدور مهم جداً لدعم السيدات والبنات المصريات. هذا المسلسل يسلط ضوء شديد الأهمية على أكثر من قضية، منها القضية اللي انتوا شفتوها وهي قضية الختان، والقضية الثانية متعلقة بمسألة تمكين المرأة في مصر.